مع المنتخب المغربي خاصة والهجوم معاكس الآن خطيرة الآن 2-2 الآن 2-2 يمشي حسين عيشو حسين عيشو يدخل حسين عيشو خطيرة جدا خطيرة جدا والهدف الثاني والهدف الثاني للفريق الجزائري والهدف الثاني للفريق ممتازة خطيرة الهدف الأول الهدف الأول للمنتخب الجزائري الهدف الأول للمنتخب الجزائري بالذات الذي يخرج الكرة يلعب بدون أن تسلل رفيق سعيد يسجل هدف الثاني يا رايا يا رايا هذه كرة القدم جوا ويمسك المرمى الدفاعين